المسألة الأولى وهي مسألة الاستدلال بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، على الاستدلال بها على جواز معاونة أهل البدع والتعاون معهم، هذا لا يجوز، وهذا الاستدلال باطل. ومن الذين أبطلوه الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: التعاون مع أهل البدع هذا من التعاون على الإثم والعدوان، لأنه يا جماعة ما ممكن أنا أجي أمرق الناس من ضلال ووقعهم في ضلال تاني، ما يمكن أصلا، ما ممكن أجي أقول لهم الشيعة كعبين، وأنا خاتي بيجاي زول أخو مسلم وبيجاي تكفيري، وأنا أتكلم والتكفيري يتكلم والأخ المسلم يتكلم، والناس يمرقوا على إنه الناس اللي في المنصة ديل شنو كلهم الناس علماء أو ناس متعلمين، يمشوا يسألوا التكفيري يبقوا تكفيرين، مركتهم من الشيعة وقعتهم في شنو برضو ضريتهم، وبيجاي وقعتهم في منهج الإخوان المسلمين. ده كلام باطل، المبتدع ده ما بجوز تجلس معاه ذاته ولا جلوس، ولا بجوز تزوره. آخر كتاب العقيدة الصحيحة للفوزان عليك الله مش أقرأه، آخر صفحة آخر بسخة تنبيع كذبة، ده يحرم زيارة المبتدع و و و و و إلى آخره. قال: إلا أن تذهب لتنصحه. قال ده مش ليه يعني سروري، ده مش ليه تقول لي السرورية على ضلال وكذا 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 ومنهج التكفير، والواجب عليك تتوب إلى الله منه وتمرق منه، لكن تجي توهو تقول نحارب الشيعة، إذا رلا الشيعة دي عليك الله، إذا رلا معاونة أسي زول وقف حذر من الشيعة دي، إذا رلا معاونة. فلذلك الأمر ده وندل بتاع اللخبة ساي، وهذه يقع فيها هؤلاء الناس من الحزبيين، مركز عام وإصلاح وغيره وغيره، وما برضوا المشكلة، يمرقوك من التصوف ويقول لك ديل بيتعصبوا لشيوخهم، هو يتعصب لشيخه. يجي إسماعيل عثمان الماحي تعاون مع الأنصار صار المهدي، يجي محمد الأمين إسماعيل، أسي شوفنا الصورة أسي دي العصرية دي، هذه قاعدة في موبايل واحد من الإخوة، وينه هو؟ أنت ولا منو؟ عبد الناير قاعد يدعو عصام أحمد البشير، بيدعو بميكروفون، وبيجاي محمد الأمين قاعد في كرسي برضه ماسك، شالوها سوا شالوها بعدين يخدتوها عليهم ربهم، وبيجاي عبد الحي يوسف شايلنا الثلاثة سوا، البدعة أهل البدع كلهم مبتدعة ثلاثة. وديل الناس ما يقول لك يا مولانا انتوا الجماعة دي هم الجماعة دي، انت الصوفية بتنقدهم من شنو؟ مش من رؤوس، دي رؤوس الجماعة، دي رؤوس، ما تتعصب. الناس غيروا وبدلوا، غيروا زمان الشغلة اللي يدعوا بالشباك وكذي، لا لا بقت الشغلة دي ولا دار جدع، بيخشوا سوا بياكلوا سوا ياكلوا، ما شفت اسمع عثمان مشى الكباشة وكباشية كمان بدل عصيدة جابوا لا عصية جابوا رز كثير، أكلوا بمزاج أمور واضحة. وجو بيغادي قبلية السمانية، مرشد السمانية كرموه ده مصحف سماني دار مصحف، مصحف ما فيه والله ولا حرف عندنا نقدي فيه، ولو نقدناه كفرنا بالله. سماني بتدي مصحف ودار مصحف وبيقرا المصحف لكن ما فاهمه، أدي كتاب التوحيد، كتاب التوحيد ما أعظم من المصحف، ما أعظم حاشا وكلا، لكن هو مصحف بيقراه وما فهمه، أدي كلام أدي كتاب التوحيد ما مشى بس مرقته كذي جدعه، وكلام بلبلة كثيرة جدا يا محمد الأمين ده بقى مع عبد الحي ماشي سوا، يقولوا اتقوا الله الرجل عالم، وعبد الحي جوز التفجيرات، بس يخشوا اليوتيوب شوفوا الكلام، كر شباب يقعوا يتفجروا، وده دين عندهم. محمد الأمين يتكلم في المنابر في الحكام عديل كذي، وزير المالية وفلان وفلان وفلان، والشبكة دي كذي بيقوا هم ما بيقوا التعاون مع أهل البدع، هم بيقوا ذاتوا أهل البدع، عشان ما أبقى معاك واضح، زول بخالف إجماع عديل، أجمع أهل السنة قديم، ولما نقول أهل السنة ما أنصار سنة، المسلمين من علماء المسلمين لما نقول كذا، وأهل السنة والجماعة هذه الصورة.
ده جاي عصام محمد بشير ماسك الميكروفون، وداك شايل الفاتحة محمد الأمين، وده عبد الحي شايلنا، شالوها سوا، شالوها بدعة، شالوها سوا، داري خدتها وين ما بعرف، عليم الرب. بعدين الناس دي لخبط، والله الناس اللي بيتعاطفوا ديل معاون، ولك يا مولانا حتى نشروا التوحيد هسي بيجوا يحاربوك، تمشي تتكلم في التوحيد بوضوح بشاكلوك، شاكلوك عديل كده. لكن احنا ما دارين مشاكل وما دارين شنو، ونحن عندنا مؤسسات زي كش ذاك في رفاعه. قال لي عندنا مؤسسات يا اخي، تفتجي من الخرطوم تتكلم وتمشي، عندنا مؤسسات نحن اسستوها لشنو؟ لشنو اسستوها؟ مطر ده بتاع هناك في الابيض، بتاع الابيض ما شاء الله محل افتتاح بتاع مسجد في بزبد، موش في بزبد. قال الصوفيه ما برضوا في انصار السنه، والاخوان المسلمون ما برضوا في انصار السنه، وانصار السنه ما برضوا في الصوفيه، وانصار السنه ما برضوا في الاخوان المسلمين. هسي عليك الله لو جبت صوفي بصدق الكلام ده؟ الصوفيه ما برضوا في انصار السنه؟ ده دي ما لخبطه، هو اللي بيتكلم فيهم منو ذاته؟ لما زمان كانوا على الحق بيتكلم منو؟ او كانوا بيدعوا للتوحيد، اللي بيتكلم منو فيهم ذاته؟ وده بقول لك وهابي كافر وشنو شنو شنو الى اخره، وكفر وسروال ومتر وشنو، وده ما ذاته ده كلامه فيك. تقول لي يا اخي كلها لخبطه، والله الذي لا اله غيره ما يقول شوك. الجبراوي ده من قاده المركز العام، جابوه في التلفزيون داك بتاع قناة اس 24، جابوه قال نحن من زمان، قال زمن الهدية، قال دعاوى مع الصوفية مع اثنين، قال مرة 22 من خيار بيوتات الصوفية من مضوم بان، من خيار بيوتات الصوفية. قال بيقول لك أنا الله عديل، بيقول لك أنا الله، أنا الجليس، لا خليها دي، بيقول لك أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، أنا العاشق المعشوق، دي أحذفها دي خليها، أنا العاشق المعشوق في كل مضمر، أنا السامع المسموع في كل نعمتي، أنا الواحد الفرد الكبير بذاتي، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. ده أنا بتفق معاه وادعاهم معاه ضد الصوفية، ضد الشيعة، الشيعة على ضلال والصوفية على ضلال، بين كلهم بينهم كلهم عشان يشاكلوك تعرف الحاصل. فالنازل ما بجوز التعاون مع اهل البدع، والله ما بجوز، ما ممكن انا اجيب زول تكفيري اقدمه للمسلمين يغشهم، بعد شويه الشباب يمشوا معاه داعش، بعد شويه يمشوا وين 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 الى اخره، واجيب زول صوفي اقول اتعاون معاه ضد الشيعة، واجيب زول من جماعه الاخوان المسلمين شيخ سيد قطب بيتكلم في موسى عليه السلام، بيتكلم في عثمان رضي الله عنه، بيتكلم في الصحابة في الأنبياء، أجيبوا ديل ناس دي شيخ ذاته، أجيبوا أنا أدعاهم معاهم ضد الشيعة، ديل بتاع اللخبة. الله دار دين نظيف، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، أنت تقعد معاهم تدعاهم معاهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، سورة الأنعام. وقال في سورة النساء وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. وقال تعالى في سورة الكهف وما كنتم متخذ المضلين عضدا. وقال تعالى في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى آخر الآية. قالت عائشة رضي الله عنها في البخاري لما نزلت هذه الآية تلاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. رسول يقول لك فاحذروهم، تجيبوا تقعدوا معاك في المنصة. شكاية المركز العام الآن
مع جمعية إحياء التراث، ما عندهم مشكلة. وفي مساجدهم، في بعض المساجد زي مسجد رفاعة ده، خاتين اليافطة بتاعتها طق، جمعية إحياء التراث. وديل بيجاي مع السرورية شغالين، ناس محمد الأمين ماشي وجاي مع عبد الحي، أو يخش غناته طيبة، وهذا شايلنا شالوها سوا، شالوها سوا ينول الموبايل، شالوها سوا، أمور واضحة النازل. عشان كده لما اختلطوا بهم والشغلة بقت شبكة واحدة، وقبلية أصلا هون عندهم انحرافات وجهل، وقبلية كانوا بيدعوا للتوحيد فابتلوا، ودخلت السياسة ودخلت الأموال ودخلت 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 وانحرفوا، انحرف القوم. حصل أشياء زي ده. لما محمد الأمين إسماعيل بيسألوه عن ظلال القرآن لسيد قطب، بيقول كتاب قيم جدا في مجاله، يتناول القرآن بمنظور أدبي، جنى عليه كثير من الناس. يا جماعة أي كتاب حتى كلمة فيه نقص وفيه أخطاء شالك هذه، أي كتاب أبى الله طوالي شالك هذه، حتى كلمة فيه أخطاء وباطل وضلال وكذي شالك هذه طوالي. مصائب كثيرة جدا يجيبوه في التلفزيون لابس شال أخضر، وده نائب رئيس الجماعة، وداك رئيس الجماعة بتاع هنا إسماعيل عثمان، ده رئيس الجماعة بتاعت المركز العام، وده نائب رئيس الجماعة بتاعت الإصلاح، نازل لخبته والله الذي لا إله غيره. أما إنت دار تكون على الحق والسلفية النظيفة الصافية، أبقى حر، أبقى حر يا أخي. النازل لو عندهم غير على السلفية، أسي محمد مصطفى ده يقول الصحابة اقتتلوا في السلطة ساكتين، ده خلاف للإجماع، نقلوا صاحب مختصر السيرة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول معاوية كان بيدعي الخلافة، والكلام ده نفاو ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد 35 من الفتاوى. يرد على الوزير في المنبر، والكلام ده مخالف لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علاني. يكفر بعض السلفيين، يكفرون عديل كان، ويقول التكفير ده للحاكم، يعني احنا زي البرع ده، التكفير ده للحاكم، ويجي ده يقول عنه كافر مرتد إلى آخره، كفر سلفيين، ويكذب كذب أصلع محمد مصطفى، وأي شيء مخالف، اللحية جايها تسويد وإلى آخره، يسخر بأهل السنة، يسخر بهم، لك واحد لابس لجلابية زي العراقي، وبلاوي كثيرة جدا، ويدعو للحزبية، مش بيقول أنا مركز عام، بيقول أنا المركز العام ذاته. براو اعترف انه عام، قال انا المركز العام ذاته، وهو ذنب لاسماعيل عثمان، رضي من رضي، براو قال انا المركز العام، وذاك رئيس الجماعه. بعد الطوام دي كلها قاعد السفين نص الجماعه، لا تردوا لا كذي، دي جماعه تمشي لقدام يا اخي، تمشي. قال عبد اللطيف بيغادي يكتم الحق ويتعامى، يقول لك بناصح في السر، هو الباطل في السر ولا في المرأة؟ وقول في السر. قبل أيام واحد من أخواننا قبل فترة اسمه أمجد محمد عثمان قدامي مشى له كذي، مشينا جبرة مسجد يا خالي عبد اللطيف، قلت له هذا خالي عبد اللطيف طوالي مشى له، وأنا عندي محاضرة خارجت مشيت، مشى ناقشه قال له نطلب العلم والعلم، قال لا أمشي للهواري، قال الهواري عنده كذا عنده مآخذ وكذا، قال له تعال لي أنا، وعارفه عارف الباطل خالي عبد اللطيف، ويجيبوا نص في المنصة قبل شوية برضو شفت الصورة قاعدته، بيجاي عبد الرحمن حامد، وبيجاي لا هو بيجاي، وده عبد الرحمن ده العدسي، وده عبد الرحمن حامد، وبعده عبد الهادي الخضر، وبعده لا الهواري، الهواري كل لون عليه ضلال، كل لون، عبد الرحمن حامد عدسي ده الهادي الخضر الهواري كلهم عليه ضلال وعلى انحراف. ده عبد الرحمن حامد قال يجيك يسألك، لا يسألك في الشرك، لا يسألك في الفقه، لا كذي، يسألك يمتحنك بالأشخاص، تقول شنو في محمد ود محمد ولا شنو ود أحمد ود منو ود علي، قال في ناس مع محمد وفي ناس ضده، كان قلتها كويس ديل يرضوا وديل ما يرضوا، شوف الزول على قلب، وكان قلت ما كويس ديل يرضوا وديل ما يرضوا، وكان قلت الله أعلم برضو ما بتمرقك، يقول لك جاهل بالواقع
وجاهل. انا داير عارف اللي بيمرقني شنو هسي قدر ده الزول ده قدر كدي ما عارف اللي بيمرقه شنو اللي بيمرق شنو يا جماعه الزول يقول الحق لسه ما عارف اللي بيمرق منه اللي بيمرق شنو نازل بتاع اللخبطه والله الذي لا اله غير وكلها لخبطه العدسي ده برضه هذا موضوع طويل يا جماعه. انت الشيخ جزاك الله خير على سؤالك ده. هاي الاجماع ده نقله محمد بن عبد الوهاب في مختصر السيره قال واجمع اهل السنه والجماعه على الامساك عما شجر بين الصحابه وان لا يذكروا معاويه وغيره من الصحابه بشر الى اخره. تلقاه في مختصر السيره لمحمد بن عبد الوهاب في اخر الكتاب في اواخر الكتاب. فخالف الاجماع ده محمد مصطفى وقع في الصحابه تكلم فيه بس يقول لك ده اتفضل. بسأل عن الفتحه بعد الصلاه تشير الفتحه نعم جزاك الله خير. الفاتحه دي اللي يبدا الدعاء بعد الصلاه دي من البدع والدليل على انها من البدع قول النبي صلى الله عليه وسلم فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا في سنن ابي داود والترمذي حديث العرباط في اوسطه وفي اخره قال فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين اي المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور يعني الشيء اللي بيجيبوه جديد فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة كان بيستغفر 3 مرات بقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وبقول الأذكار ويقرأ آية الكرسي وبعد ذاك بيدخل حجرة من حجرات زوجاته صلى الله عليه وسلم وما دعا مرة واحدة بعد الصلاة جماعة. وهكذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة عشان كذا ده ما من فعلهم ولا من قولهم ما دعوا الناس إلى الدعاء بعد الصلاة جماعة. والله تعالى قال اليوم أكملت لكم شنو دينكم. الدين اكتمل وما كان في دعاء جماعي بعد الصلاة. وطالما اكتمل إذا أنت جبت شيء جديد معناه بتمرق الشيء شنو القديم. السيدة كوز جارك الله من الكيزان بعدين مليته رميت فوق له حجر رميت فوق له حجر اللي بيحصل شنو هو ملان مش بيدفق حاجه منه. الدين ده اكتمل يوم اكملت لكم دينكم. لما قال اكملت لكم دينكم ما كان في الدين فاتحه بعد الصلاه دي جابوها الجماعه دي بس ماسكينها الصوفيه والجماعه المبتدعه دي. والله الرسول ما عمل صلى الله عليه وسلم والصحابه ولا بجوز لك تعمل. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم من روايه عائشه رضي الله عنها من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول لك الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الآية دي نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ما نزلت؟ نزلت. هل فهم منا الدعاء يا جماعة؟ ما فهم منا. هل أنت أفهم بالدين من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما أفهم. فما بجوز الاستدلال بالآية دي في غير موضعه. تدعو في أي وقت صح لكن تدعو براك. أما جماعة دي بتحتاج لدليل بتحتاج لدليل. جزاكم الله خير.